نقف هنا أمام المديرية الجهوية ديال مدينة الدار البيضاء، مجموعين فيها كل المهنيين المتواجدين على ولاية الدار البيضاء الكبرى، بما في ذلك العمالات المجموعة كلها. نطالب اللحظة بحقوقنا وبحقوق المهني الذي طالما انتظر هذه الحقوق، وفي الأخير أصبحت حقوقه مهضومة من طرف الوزراء، أو بعبارة أوضح من طرف السيد الوزير السيبولي. فلهذا الوقفة ديالنا يا إخوان هي كتجلى في النقاط الآتية. الوقفة الأولى هي التعسفات اللي ولينا كنسمعوا حنا كمهنيين على أننا نحن نتسبب في معظم حوادث السير. هذا ليس كذلك، ليس كذلك، ومن العار أن نقول هذه الكلمة على أرباب سيارة التعليم الذين طالما ضحوا منذ نعومة أظفارنا ومنذ خلوقنا في هذا المكان، ونحن نتعلم على يد الشرفاء، على يد الشرفاء في هذه المنطقة. احتجاجية كنعبروا فيها عن الرفض ديالنا القرارات الأحادية اللي خرج بها السيد كاتب الدولة. احنا ماشي ضد الإصلاح، احنا مع الإصلاح، لكن الإصلاح مشروط بشرطين. الشرط الأول خاص يكون إصلاح بالتدرج، وحدة وحدة، ناخذ وحدة حتى ندوزوها ونزيدوا الشرط الثاني. الحاجة الثانية بمشاركة الحرفيين، بمشاركة الحرفيين، وكنعاود نسطر عليها بالأحمر، مشاركة الحرفيين. والحاجه الثانيه وهاد الاصلاحات احنا قلنا كنعاودوا، احنا ما كنرفضوش، احنا مع الاصلاح، احنا مع الاصلاح، لكن هاد الاصلاح اللي جا بشي قرارات فجائيه. اولها هو توقيف النظام المعلوماتي بدون سابق انذار، وهذا التوقيف ديال النظام المعلوماتي خلقنا مجموعه من المشاكل، بحيث مشينا للكوميسيريه مع الناس واصبحوا الزبناء كينعتونا بشي نعوت اللي ماشي هي هذيك اللي احنا ماشي فينا الصراحه. والحاجه الثانيه بالنسبه للنظام ديال الكوطا، حنا عطانا 10 في الشهر، حنا في العود فاش يعطينا 10 في الشهر، من الاحسن يعطينا قانون اخر نخدموا مع الدوله وهما يخلصونا، حنا نعلموا ويخلصونا، ما ندوزوا لا 10 ولا جوج ولا ثلاثه. والحاجه الاخرى اللي مهمه عاوتاني هو بالنسبه لهاد الكوطه، تا يعطى الموظفين، الموظفين عطاهم 15 مرشح في النهار. كنمشيو حنا كنديو السياره ديالنا، كتقدر تبقى واقف يومين او ثلاث ايام او اربع ايام باش الزبون ديالك يجتاز الامتحان، ومع الاسف كتبقى يومين ولا ثلاث ايام وما كتحجك النوبه وكترجع بحالك بلا ما كتجرى الامتحان، وكتاجل الامتحان ليوم اخر. ملي كتمشي عند موظف كتقول ليه مالك النوبه وصلت عندي، كيقول لا انا استوفيت العدد القانوني ديالي هو 15 موظف. وهذا الشيء راه ضر بينا بزاف بزاف بزاف، اكثر من الاضراب حق مشروع الموظف مالهم خيار، الاضراب حق مشروع الموظف مالهم خيار، الوقفة جاءت من بعد إجراء أحد المجموعة ديال الوقفات على الصعيد الإقليمي ولا على الصعيد الجهوي، وكذلك على الصعيد المركزي اللي كانت يوم 3 نوفمبر 2017 أمام كتابة الدولة المكلفة بالنقل، على إثر مجموعة ديال الإجراءات. ومن تلك الإجراءات أننا لقد سبق لنا وقعنا واحد عقد البرنامج نهار 21/7/2014 ما بيننا كمهنيين وكذلك مع الحكومة المغربية في شخص السيد كاتب الدولة المكلف بالنقل آنذاك اللي كان هو وزير منتدب اللي هو السي محمد النجيب بوليف. وذلك الإجراء كما سبق لأن أدليت به إلى مجموعة من المنابر الإعلامية كيتضمن ذاك العقد البرنامج واحد المجموعة من الإجراءات اللي هي العدد ديالها 14 إجراء لحد الساعة، واللي هو كان محدد لها كذلك في هذاك العقد سنتين، اي ما بين سنه 2014 الى ما تم سنه 2016، ونحن الان نتواجد في نهايه 2017 وقد ندخلوا في 2018. لم ينزل من ذلك العقد البرنامج الا اجراءين، ويوم 8 نوفمبر 2017 من بعد الوقفه الاحتجاجيه خرج السيد كاتب الدوله في الخرجات ديالو قال بانه نزل واحد الاجراء اللي هو ثالث اللي هو كيتعلق بالتعريفه، وتلك التعريفه اللي عطاها لنا ملغومه مسموها بهذه اللغه كيحدد لنا فيها 14 عشرات المترشحين لكل عربه
طيلة 45 يوم، وخاص المترشح يفرك عندي 45 يوم ونوقع مع واحد العقد ديال التكوين، وما يمكنش ليا نحطه في مركز الجلسيات الا من بعد مضي شهر ونص. وحنا هذيك 10 المترشحين اللي تحدد لها في حد الثمن اللي هو اجمالي كحد ادنى ل 2250 درهم، ما غاداش تسد المصاريف ديالنا وما غاداش نخلصوا تلك الالتزامات اللي كاينه عندنا ما بيننا وما بين الشركاء ديالنا اللي هي بونوك، كذلك الضمان الاجتماعي، اكريا، الناس اللي خدامين معنا، عندنا ابناء كذلك يقراوا، حنا خصنا نكونوا حنا نقروا وليداتنا، ما يقريش غير هو ولده ولا بنته ولا يرسل هو لبرا حيت هو كيربح 50000 درهم. يجي يحدد لي انا الرزق ديالي في 10 المترشحين، وهذا راه حتى الدستور المغربي ولا القانون المغربي راه ما كينصش على راه كيعطي المنافسه الحره. وحنا كاينين المؤسسات اللي عندها العمر ديالها ما يفوق 40 سنه وكسبت واحد السمعه في الحي او في المدينه وعندها مجموعه ديال المترشحين ديالها وجيت تقلعهم ليا وتعطيهم لواحد اخر، هذا راه شيء يتنافى مع القوانين ومع الدستور المغربي. هادشي ماشي معقول، القطاع هو مظلوم. هادشي ماشي معقول، القطاع هو مظلوم. محمد.